بدينا العد التنازلي لعطري نور جيهان. مقارنة مثيرة بين عطر الملكة رانيا ملكة الأردن وملكة الطرب أحلام وأسعار العطرين. أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي عن عطرها الجديد عطر نور جيهان الذي قامت بتسميته بهذا الاسم نسبا للملكة الهندية نور جيهان. عطر يحمل السحر الهندي العريق بجوهر وردي هندي أعد خصيصا لنور جيهان مع لمسة من العود الأصيل والمسك، رائحة عطرية فواحة تحمل حضور شرقي بلمسات زهرية تمنح مرتديه حضور ملكي فاخر. يتميز العطر بتصميم يحمل بصمة هندية مصنوعة يدويا، غلاف الزجاجة يتمثل بسقطعة مصنوعة يدويا باستخدام خيط ذهبي لإضافة أحجار شبه كريمة للتصميم. يتوفر العطر للشراء عبر متجر أحلام على بوتيكات بسعات 100 ملي وسعره 1728 ريال سعودي ويعادل 460 دولار أمريكي تقريبا. أما عن عطر الملكة رانيا، من المعروف أن الملكة رانيا وفية لعطر واحد يعكس شخصيتها ونبلها وهو عطر سمسرة، تم إطلاقه في عام 1989 وهو ذات تركيبة شرقية خشبية مع قاعدة مؤلفة من زهور السوسن وخشب الصندل والعنبر والمسك والفانيلا، ويباع في أهم المحلات التجارية الخاصة بالعطور ويتراوح سعره بين 690-920 ريال سعودي أي بين 183 أو 245 دولار أمريكي. وعندما كشفت عن اسم عطرها قبل فترة ساهم ذلك برفع نسبة المبيعات لهذا العطر، إذ أن الملكة رانيا من الشخصيات اللواتي تحب النساء التمثل بها.